واش في خبارك؟ الا بغيتي تكومبوزي بكل سهوله في اللوجيسيال ديالك غادي خصك كلافي ميدي. كلافي ميدي هو ماشي بيانو، يعني ما فيش اصوات، هو كونترولور اللي كيسهل لك باش تحكم في اللوجيسيال باش كتخدم، وكتقدر تختار لي زوبسيون والحجم ديال الكلافي ميدي ديالك على حسب الاستعمال. لي تاي كيبداو من 25 توش او 32 توش، 49 توش، 61 توش، 88 توش. نوبس باش تحكم في لي زيفي، فيدرز باش تحكم في الفوليوم، درام باد باش تبدا في الدرامز ديالك. وكيف ما كنعرفوا باللي لي كلافي ميدي ما فيهمش صوت، اما هذا ريفيرونس ديال ام بي كاميني بلاي اللي فيها اكثر من 100 صوت وفيها باف صغير، ومع ذلك باقا كتعتبر كلافي ميدي. الا ما كانتش في خبارك هيا في خبارك، ولا بارطاجيها مع صاحبك اللي ما في خباروش. بيس.